كثيرة هي الصور والتفاصيل التي سنضطر لإخفائها خلال عرضنا لهذه الأشرطة في الحديث عما تطلق عليه المعارضة السورية المحاكم الشرعية الثورية. يتذكر أي سوري مشاهد تصفية شبيحة ألبني، هكذا حفظ السوريون تفاصيل هذه القصة والتي هزت مشاعرهم وأغضبتهم. والحالة هذه أصابت معظم السوريين ولم تفرق حينها بين مؤيد للثورة ومعارض لها. الجهة التي تم تصفيتها بطرق وحشية نالت كما يقول الجيش الحر من عصابة استحقت القتل بسبب تواطؤها مع النظام وجرائمها المعروفة ضد السوريين وضد الثورة. حكم اتخذه عناصر لواء التوحيد بأنفسهم مهللين حينها بما اعتبر نصرا لمعاركهم ضد الشبيحة. قصة ألبري ربما هي التي حظيت أكثر من غيرها بالاهتمام، لكنها ليست الوحيدة من بين المشاهد المحفوظة على صفحات الشبكات الإلكترونية. منظمات حقوقية نبهت إلى أنها لا تعتبر ذلك عمليات إعدام، وإنما عمليات قتل، حيث إنها تتم دون أحكام قضائية ولا محاكمة، وفي بعض الأحيان من دون أدلة. بعض المشاهد رصدت حالات إعدام ميدانية لسكان بعض الأحياء بتهمة رفضهم الانضمام إلى صفوف من أعدمهم، سواء من هذا الطرف أو ذاك. وفي زحمة هذه الفوضى الدموية يتصاعد صوت معارضين يعتبرون تلك الممارسات تشويها لحراكهم واغتيالا لثورتهم. العديد من عناصر الأمن